يا مساء الفل على كل مشاهدي ومتابعي قناة الأهلي في كل مكان، وحلقة جديدة من كلام في الميديا. كالعادة حلقة النهاردة هتكون مهمة جدا، لأن عندنا في الحقيقة النهاردة أخبار كتير جدا هنتكلم فيها، سواء على الصعيد المحلي والصعيد العالمي، وبالتحديد كمان كل جديد يخص نادينا الحبيب النادي الأهلي. ضيف حلقتنا النهاردة هيكون الأستاذ سعيد علي، رئيس القسم الرياضي بجريدة الدستور، وكالعادة هنستفيد في الحديث وبعض الأمور الهامة جدا. سريعا خلينا نروح أشوف أهم عناوين حلقة اليوم، يلا بينا. دون راحة، الأهلي يبدأ الاستعداد لإف سي مصر. عبد الحفيظ يجتمع مع فايلر للترتيب لرحلة زيمبابوي. إكرامي وأجاييه ينتظمان في المران الجماعي. طبيب الفريق يطمئن على سعد سمير. والغردقة تستضيف أو تستعد لحفل الأفضل في القارة السمراء. طيب خلينا نبتدي حديثنا النهاردة عن مباراة اللي أمس وفوز النادي الأهلي على فريق مصر مقصة، الفوز رقم 9 على التوالي، ما شاء الله لا قوة إلا بالله بالنسبة للفريق في بطولة الدوري. انتصار كان مهم جدا في مشوار النادي الأهلي في بطولة الدوري في الحقيقة، خصوصا في ظل الانتصارات المتتالية والأداء الجيد، بس بالتحديد امبارح عشان أكون حقاني مع حضرتك، كل أداء كان متوسط وده شيء طبيعي جدا ومتوقع، خصوصا في ظل توالي المباريات وارهاق بعض اللاعبين وغياب البعض الاخر، فطبيعي جدا يكون الاداء كده. مبروك طبعا لكل جمهور النادي الاهلي هذا الفوز، فوز متاخر شويه، لكن الاهم دايما دايما في المراحل اللي زي دي اللي بيبقى فيها ضغط مباريات وفيها بعض العقبات اللي بتواجهك، سواء اصابات سواء اجهاد بعض اللاعبين، انك تكسب الثلاث نقاط، سواء بقى على الصعيد المحلي او الصعيد الافريقي، يعني سواء في بطوله دوري ابطال افريقيا دور المجموعات او بطوله الدوري العام، انت في مرحله حصد النقاط، هو ده الهدف الاساسي بالنسبه لك. طبعا كلنا بنرغب اكيد اكيد اداء يكون احسن من كده، على غرار الاداء اللي كنا بنشوفه في البدايه مع مستر فايلر بالتحديد لحد مباراه الاتحاد السكندري، لكن زي ما بقول لحضراتكم دايما بعض الفترات وبعض المراحل الهامه بيكون الاهم فيها هو الفوز بالمباراه والثلاث نقاط، علشان انت في نفس الوقت بصراحه انت بتحبط الايه المنافسين، ابرز المنافسين بالنسبه لك حتى لو هم مش منافسين هذه المرحله هو نادي الزمالك وبيراميدز. لما انت بتكسب وهم بيتعثروا وفي نفس الوقت حتى لو هم هيرجعوا في المنافسه هيجي لهم حاله احباط نسبي كده لما يلاقوا الاهلي بيكسب، وما شاء الله محليا ما حدش بيقف قدامه، ما شاء الله يبقى التحدي الافريقي هو الاهم، عشان لازم نعيد ونزيد في الجزئيه دي، افريقيا يا جماعه هي الاهم بالنسبه للنادي الاهلي، محليا زي ما قلت لحضراتكم قبل كده ما حدش قادر على الاهلي. لكن افريقيا المنافسه قويه وقويه جدا كمان. فبالتالي في بعض الجوانب المهمه جدا اللي لازم نتكلم فيها وبالتحديد عن مستر فايلر ومباراه الامس. في بعض الفترات كده كان دايما دايما بتحس ان انت ما عندكش كوتش في الملعب، المدرب على الخط ما كانش فيه فترات كتير مع النادي الاهلي، ما كانش فيه بصراحه عشان نبقى بنتكلم بصراحه، لكن الفتره الحاليه احنا عندنا كوتش، حتى لو هو ابتدى بشكل ممكن يكون غريب بالنسبه للبعض، لكن هو بيجرب ليه؟ لان هو عنده اريحيه كده كده في بطوله الدوري، الراجل عنده لعب 9 ماتشات فاخد 27 نقطه، انتصارات كلها ما شاء الله، وفي نفس الوقت المنافسه بعيد شويه حتى لو المقاولين هو اللي قريب منك، لكن انت عندك اريحيه في تجريب بعض الامور. انت لما بتجرب دلوقتي بتجرب ليه؟ عشان تشوف الحاجات اللي هتجربها دي تنفع معاك في بطوله دوري الابطال ولا لا، لكن الاهم والاجمل تعديل الوضع في الشوط الثاني. دايما الشوط الثاني هو شوط المدربين، شوط الكوتش اللي يقدر يدير المباراه، اللي يقدر يقراها ويغير فيها، وده اللي حصل امبارح مع مستر فايلر. هتكلم باستفاضه اكتر عن مباراه الامس، بس هروح لفاصل الاول وبعد الفاصل نرجع نكمل، يلا بينا. اهلا بحضراتكم من جديد. قبل الفاصل كنا بنتكلم طبعا عن مباراه الامس ومستر فايلر
تعامله في هذه المباراه، وده امر بيبقى مهم، واحنا فعلا كنا مفتقدين الجزئيه دي على مدار فترات سابقه. مش معنى كده ان الراجل ده يعني معفي من الانتقاد او مش طبيعي ان حد ينتقده، لا طبيعي جدا، اي حد وارد ان ممكن ينتقد. يعني الشوط الاول مش هو الاهلي خالص، اداء مختلف شويه عن اللي كنا بنشوفه قبل كده. الشوط الثاني اداء مغير تماما وبقى افضل بكتير، والناتج في الاخر كان فوز النادي الاهلي بنتيجه 2-0 بعد تعديل بعض الامور داخل الملعب. فهنا الاشاده لمستر فايلر بالتحديد في الشوط الثاني ان مش عيب لو انا غلطت في حاجه اعدلها، من وجهه نظر البعض يعني ممكن الراجل مقتنع جدا بالبدايه اللي ابتدى بيها المباراه، ده حقه، هو المدير الفني. والجميل في كده ان هو بيستحوذ على ثقه جمهور النادي الاهلي، وده حقيقي. جمهور النادي الاهلي من فتره كبيره جدا ما كانش بيثق هذه الثقه الكامله في مدرب وتعديلاته وتغييراته وادارته للمباريات. عندنا بعض الجوانب الاخرى فيما يتعلق باستمرار تالق الشناوي، تالق بعض اللاعبين زي محمود متولي وعودته امبارح، عمل مباراه مميزه في مباراة المقصة. ابتدى يخش بعد إصابة كانت طويلة في الحقيقة بالنسبة لمحمود متولي، واضح أنه هيكون من أحد العناصر المميزة، وبان جدا الانسجام ما بينه وبين رامي ربيعة في مباراة الأمس. دي بعض الهجمات الخطرة بالنسبة لمصر المقصة في الشوط الأول تحديدا. لكن مع تعديلات مستر فايلر وتعديلات حتى داخل الملعب قدر النادي الأهلي أنه هو يحسم المباراة في النهاية. أنا عايز أتكلم على جزئية مهمة جدا، طبعا قفشه تألق بشكل كبير جدا، لكن الجزئيه اللي عايز اتكلم عليها وهو فيما يتعلق بضربه الجزاء الخاصه بالنادي الاهلي، وضربه الجزاء اللي اتحسبت على الاهلي والحكم لغى القرار. دي طبعا التغييرات وليد سليمان جيرالدو، اثنين في توقيت واحد على طول، بعدل بسرعه، بشتغل، بشوف اللي هيناسبني ايه في الشوط الثاني وبعمله، مفيش مشكله خالص حتى لو في غلطه. دي بقى ايه ضربه الجزاء. كرة واضحة جدا والحكم هو قريب قوي. انا اللي لفت نظري بصراحة اعتراض لعيبة المقصة واللعيب ده بالذات، يعني انت بتعترض على ايه يا كابتن؟ انا مش عارف، يعني الكرة جاية في ايدك وواضحة ومفيش حد في العالم يقدر يعني يقول ان دي مش ضربة جزاء. انا عايز اعرف وجه الاعتراض في ايه. احنا عندنا هنا في مصر عادة سيئة جدا عند اللعيبة، اللي هو ان انا بعترض لمجرد الاعتراض عشان ما يبينش ان انا غلطت مثلا. ايدك بعيد عن جسمك والكوره جايه في ايدك بوضوح وحاجه يعني ما فيهاش نقاش خالص، والحكم وراك وشايفك وكل حاجه. فاحنا برضو دي ثقافه عندنا في الكره المصريه لازم تتغير شويه، لازم تتغير شويه، ان احنا نعترض على الحكام مجرد الاعتراض. بالمناسبه في ازمه كبيره في موضوع الحكام ده هنتكلم عليها لاحقا على مدار الحلقه، لكن الحكم في الحقيقه امبارح عمل مباراه جيده جدا. فبالتالي ده فيما يتعلق بضربه جزاء النادي الاهلي. فيما يتعلق بضربه الجزاء اللي اتحسبت على النادي الاهلي والحكم المساعد لغاها، وكان قرار مميز ورائع جدا من الحكم المساعد، مش عشان هو لغى ضربه جزاء، لا عشان هو ده الحقيقي، ده الصح. الكره جت في ميدو، في ايد ميدو جابر، تمام، وواضحه جدا. الحكم المساعد مصحصح شايف، احنا كنا بنشوف قبل كده حكام، حتى حكم الخط اللي بيبقى على خط المرمى ده السنه اللي فاتت لما كان موجود كان في حاجات كتير جدا لازم تتحسب وما تتحسبش يعني. ف كون ان يبقى حكم المساعد شايف الكوره بالطريقه دي فده امر يحسب لهم في الحياه. وزي ما بنقول السلبيات لازم نقول الايجابيات بكل تاكيد بالنسبه للتحكيم المصري. فاليو دانج طبعا بيوصل تالقه، هي دي الكوره طبعا اتحسبت الاول، وبعد كده هي كانت واضحه قوي يعني، واضحه جدا بايده ميدو جابر، وتم تعديل القرار ما فيهاش اي مشكله خالص، وده امر جيد. ولما يبقى فيه جانب جيد في التحكيم او بعض الحكام اللي مستواهم مميز نقول مستواهم مميز، لكن للاسف الاغلبيه مستواهم سيء، وخصوصا بعد مباراه الاتحاد امبارح ومباراه الاسماعيلي والكلام الكتير في الجزئيه دي وهنتكلم فيه كمان شويه. انا عندي جدول الدوري، عايزين نعرض جدول الدوري، والاهلي في المقدمه بعد ما كان المقاولين امبارح وفوزوا على الاتحاد 1-0 كان هو المتصدر ترتيب الجدول. قعدنا بتاع حوالي ساعتين ثلاثه كده ورجع النادي الاهلي كان متصدر لترتيب الجدول. عايز اعرض لحضراتكم الجدول على الشاشه. النادي الاهلي في المركز الاول، لعب 9 مباريات، فاز في 9 انتصارات او 9 مباريات، وما فيش ولا تعادل ولا خساره، 25 هدف واستقبل هدف وحيد، وده امر مميز جدا جدا بالنسبه للنادي الاهلي، 27 نقطه. في المركز الثاني طبعا المقاولين العرب اللي ماشيين بشكل رائع ما شاء الله عليهم في الحقيقه، ودايما احنا بنميل شويه، الواحد بيميل شويه للانديه التاريخيه اللي ليها تاريخ كبير في الدوري المصري زي المقاولين العرب، 11 مباراه، 8 انتصارات وتعادل و2 هزيمه، 25 نقطه. الاهلي الاول، المقاولين ثاني، الاتحاد السكندري الثالث، وسموحه الرابع، وبيراميدز الخامس اللي خسر النهارده،
من حرس الحدود 1-0 في مباراة انتهت من شوية. يعني احنا بنتكلم في أندية المقدمة، أهلي، مقاولين، اتحاد، سموحة، بيراميدز، إنتاج حربي ممكن يخش معاهم. نيجي بقى في أندية الوسط أو أندية زي ما بيقولوا كده المنطقة الدافية في الدوري، هتلاقي عدد أيضا من الأندية، سواء مثلا إنتاج الحربي، الزمالك، إنبي، الإسماعيلي، المصري، وحرس الحدود. حرس الحدود كمان موقفه اتعدل بعد فوز النهارده، ده الجدول ده قبل التعديل يعني. وبعد كده يجي انديه المؤخره او في اللي هم بيبقوا في قاع الجدول، ودايما بيبقى فيه تنافس ما بينهم. وبالمناسبه يعني مباراه بتفرق مع اي نادي، سواء من وسط الجدول حتى نهايه الجدول. المهم ان النادي الاهلي بيغرد وحيدا في صداره الدوري، وده امر غايه في الاهميه. عندي تصريحات مهمه جدا حضراتكم اكيد تابعتوها، بس عايزين نستعيدها ونشوف التصريحات دي مع كابتن سعد عبد الحفيظ سريعا ونرجع مره ثانيه. يلا بينا. الحمد لله. طبعا يعني هي الماتشات الكبيره كده، فرقه المقاصه طبعا فرقه كويسه، يمكن بتمر بظروف صعبه لكن عندها افراد كويسه، بالتاكيد بنحترمها ونقدرها كاداره وجهاز ولاعيبه. والسنه اللي فاتت كانت حتى لقاءاتنا معاهم يمكن في مباراه ثانيه، المباراه الاولى كانت انتهت ب 3-0 لكن المباراه الثانيه انتهت ب 2-1 وكانت معلقه حتى اخر ثانيه يعني. فالحمد لله طبعا على كل شيء، يمكن فوز مهم جدا بالنسبه لنا. ف كون ان هو يجي بقى في اخر ربع ساعه واخر نص ساعه واخر كلها من اوقات المباراه يعني عمر المباراه، ايا يعني كان الغيابات. احنا عندنا مجموعه كبيره جدا من الغيابات النهارده، ما بين اصابات طويله المدى وما بين اصابات قصيره المدى زي ما بيقولوا او الفتره يعني. لكن احنا دايما بنقول للعيبه كده، احنا عندنا ثقه فيكم جدا جدا جدا، لازم تكونوا عندكم ثقه في نفسكم، لازم تتمتعوا جمهوركم، لازم تبقى تحت اطار المسؤوليه. فرحان جدا بادائهم، فرحان جدا جدا بتصميمهم وارادتهم وعزيمتهم، ايا كان اللي موجود في الملعب سواء بيبدا او بره على الدكه او بره خالص يعني، ايا كانت الغيابات لكن شخصيه الاهلي لازم تكون موجوده على طول يعني. علي لعيب يعني مهم جدا بالنسبه لنا ومهم جدا على المستوى الفريق، مش مساله لعيب محترف وبس يعني، بقى لعيب من الناس الركائز الاساسيه والكبيره في الفرقه والناس بتتكلم معاها كادوار بيقوم بيها داخل الملعب او خارج الملعب يعني. بغض النظر هو يعني مش لعيب اجنبي ولا لا، لعيب انا بعتبره ان هو واحد من الناس اللي اكنها متربيه في جوه النادي الاهلي، جوه دار النادي الاهلي، شخصيه النادي الاهلي، مسؤوليه النادي الاهلي، دايما الفكر الايجابي عنده كل سنه هو طيب. كل اللي انا فاهمه واللي انا عارفه يعني من خبرات السنين يعني، كل ما هتزداد او كل ما هتزداد عدد مرات الفوز يعني اللي بعده هيكون اصعب. عندنا اف سي مصر عامله شغل كويس قوي، كابتن عبد الناصر محمد عامل شغل كويس جدا جدا جدا، ما تحسش ان هم ابدا لسه صاعدين الدوري الممتاز او اول مره في حياتهم يلعبوا الدوري الممتاز، قدموا عروض كويسه، حتى المباريات اللي خسروها كانوا بيقدموا بشكل كويس. اخر مباراه ليهم قدام طنطا كانوا كاسبين 2-0 وبعدين قل الفرق شويه فريق طنطا، لكن فرقه هنحترمها ونقدرها بالتاكيد يعني. يعني طبعا احنا بنرتب الاوضاع ان شاء الله الرحمن في الفتره اللي جايه، خلال يوم او يومين هنشوف طريقه السفر هتبقى عامله ازاي. برضو المباراه اللي جايه ان شاء الله الرحمن اتمنى يكون حسين الشحات موجود معانا، واجاي كهربا ان شاء الله الرحمن هيكون موجود باذن الله. كان في جزء مهم جدا ما تعرضش بتاع كهربا، كلام كابتن سيد عبد الحفيظ، اكيد حضراتكم فاكرين الكلام ده اللي قاله كابتن سيد بخصوص موقف كهربا. واحنا يعني هنقول نصيحه لوجه الله تعالى، يا جماعه الاهلي ما بيسيبش حقه، لو حد بيلعب في الموضوع فعلا انت اللي خسران، سواء كنادي او كاتحاد كوره، لان هتبقى مشكله كبيره جدا، هتبقى حاجه سيئه جدا بالنسبه لكم. مش هستفيد في الحديث عن الجزئيه دي بصراحه، لكن ان شاء الله قصه الكهرباء هتخلص بسرعه، مش هتاخد وقت يعني، والاهلي بيبقى سيستم اموره يعني. الاهلي ما يسيبش حقه، مش عشان هو يعني قوي والكلام من ده، لا هو عشان منظم، ورقه منظم، ما بياخدوش خطوه غير لما تكون صحيحه، فالموضوع معروف. طيب خلينا نقول جديد النادي الاهلي واخبار الاهلي النهارده ايه. كابتن سيد عبد الحفيظ ليه بعض التصريحات المهمه جدا النهارده، واتكلم فيها على مباراه الاهلي المقبله وفريق اف سي مصر، وان احنا او النادي الاهلي بيحترم كل المنافسين خلال بطوله الدوري او بطوله دوري ابطال افريقيا ايا كان مستوى المنافس ايه. وقال ان المباراه في نفس الوقت صعبه جدا، مباراه اف سي مصر، والاهلي عنده هدف واحد او اهداف محدده وهو الفوز في كل مباراه، وده امر معروف جدا. وقال ان فريق اف سي مصر المباراه الاخيره بالنسبه له فاز على طنطا وقدم مباراه جيده جدا، وهم فازوا على فريق طنطا بنتيجه 2-1، وقال اللاعبين كلهم جاهزين بشكل جيد
وعندنا دافع قوي جدا وهو مباراه بلاتينيوم. من خلال مباراه اف سي مصر نقدر نستعد بشكل جيد جدا لمباراه بلاتينيوم اللي هتكون يوم 11 من هذا الشهر هناك في زيمبابوي، ومباراه غايه في الاهميه في الحقيقه. كابتن سعد ابو الحفيظ كمان قال ان في محاولات لتجهيز حسين الشحات وجونيور اجاييه لمباراه اف سي مصر. مباراه اف سي مصر يعني قد تشهد عوده حسين الشحات وجونيور اجاييه، كل واحد فيهم يعني عنده اصابه مختلفه. حسين الشحات زي ما حضراتكم عارفين عنده اصابه او شد في العضله الضمه، جونيور اجاييه شد في العضله الخلفيه، وجونيور شارك النهارده في المران الجماعي بشكل طبيعي بالمناسبه، والامور ماشيه بشكل جيد وبنسبه كبيره ممكن يكون متواجد في المباراه المقبله. ده بالنسبه لجونيور اجاييه تحديدا. في نفس الاطار خليني اقول لحضراتكم ان الكابتن سيد عبد الحفيظ بيجتمع مع فايلر لمناقشه ترتيبات السفر لزيمبابوي، ودايما بتعمل كل ترتيباتك الخاصه بالسفر سواء ترتيبات اداريه او فنيه، وخصوصا ان انت المباراه دي ليها اهميه خاصه جدا عند النادي الاهلي في ظل المنافسه الشرسه في دور المجموعات من بطوله دوري ابطال افريقيا. لسه هيتم تحديد الميعاد النهائي للسفر، واكيد ان شاء الله باذن الله الاهلي هيكون موفق او نتمنى له كل التوفيق، وهيبقى في ترتيبات طبعا كابتن سعد حفيظ كابتن سمير عدلي هيسبقوا البعثه قبلها ب 48 ساعه عشان يتم الترتيب لكل الامور اللي بتتعلق بالفريق هناك سواء ملعب التدريبات او الاقامه. فايلر كمان بدا دراسه اف سي مصر، وده امر مهم جدا. مستر فايلر دايما بيدرس منافسيه بشكل مميز، عشان كده بنلاقي كيفيه التعامل معهم الشكل بيكون مميز وجيد، وان شاء الله نتمنى كل التوفيق. بعد مباراه امبارح طبيعي جدا النهارده بيبقى في مران استشفائي للاساسيين اللي هم لعبوا المباراه بشكل كامل بالامس، وبالتالي تدريبات تبقى بدنيه قويه للمجموعه اللي ما شاركتش في المباراه اطلاقا. تدريبات استشفائيه دي لتجنب الاجهاد طبعا العضلي اللي ممكن يكون بيعاني منه البعض في النادي الاهلي بسبب ضغط المباريات، وده امر غايه في الاهميه. عاد كمان النهارده للتدريبات شريف اكرامي، انتظم في مران الحراس بعد الشكوى اللي كانت عنده من الام السمانه، عباره عن شد بسيط كده في عضله السمانه، لكن شريف من الحراس الكبار جدا والاصابه خلاص تلاشت وبقى جاهز ومتاح بالنسبه للجهاز الفني او متاح طبيا يعني بالنسبه للفريق. قلنا موضوع جاي خلاص بينتظم في المران الجماعي النهارده، تدريبات تاهيليه للشحات ووحيد. حسين الشحات طبيعي جدا وبيعمل بعض التدريبات التاهيليه بعد اصابته بشد في العضله الضمه. محمود وحيد عنده كدمه قويه في الكاحل، اعتقد الموضوع مش هياخد وقت بالنسبه للاثنين، وان شاء الله ينضموا للتدريبات الجماعيه في اقرب فرصه، عشان فعلا فعلا الاهلي محتاج لكل لاعب خلال الفترة الحالية. امبارح سعد سمير عمل جراحة وتر اكيلس، ودكتور خالد محمود اطمأن على اللاعب وعرف تطورات الحالة وكل اللي هيحصل بالنسبة لسعد خلال الفترة الجاية. هو هيبقى 10 ايام هناك، هيستمر في المانيا. بعض الامور العلاجية اللي بتبقى طبيعية جدا بعد اي جراحة، وبعد كده يرجع لمصر، وبعد كده يرجع تاني لالمانيا بعدها بفترة عشان يواصل استعداداته للعودة باذن الله. طيب خلينا نروح سريعا لزميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي عشان يقول لنا كل الاخبار والكواليس الخاصه بالفريق النهارده عقب استئناف التدريبات والاستعداد لاف سي مصر. يا كريم مساء الخير عليك. مساء الخير عليك زميلي امير، اهلا بيك واهلا بكل مشاهدينا. اهلا بيك يا كريم، جديد عندك ايه بخصوص المران النهارده؟ كالعاده امير دون راحه طبعا النادي الاهلي طبقا ونظرا لضيق الوقت الكبير وشهر يمكن يناير مليء بالمباريات كلها مباريات متتاليه سواء في بطوله الدوري العام او في البطوله الافريقيه، يعني 7 مباريات امير في هذا الشهر. النادي الاهلي يمكن الحمد لله بيبدا زي ما انت قلت الهدف هو جمع نقاط مع الحاله اللي احنا فيها ومع الاصابات ومع الضغط الكبير جدا اللي بيمر بيه النادي الاهلي. الاداء اكيد مطلوب، لكن في ظل هذه الظروف بيكون هدف الجهاز الفني اولا هي حصد النقاط، ثم بعد كده بتكون الامور الفنيه، بيكون في بعض التعديلات اكيد زي ما شفنا امبارح في بعض المراكز بيغير فيها بعض اللاعبين، ده نظرا للحاله اللي متواجد فيها اللاعبين. احنا بنخسر الشحات وخسرنا يمكن رمضان واجاي، فكانت الظروف صعبه شويه بالنسبه لهذه المباراه، لكن خلاص المباراه انتهت، وده اللي اكد عليه الكابتن سعد الحفيظ قال المباراه انتهت تماما على المستوى الاداري في تجهيز لمباراتين، وهي مباراه نادي مصر اولا ثم مباراه بلاتينيوم والسفر. وزي ما انت ذكرت طبعا كل الترتيبات ان شاء الله تكون مؤثره لفريق النادي الاهلي، لان الرحله ان شاء الله تكون يعني صعبه شويه طبعا مع نظرا لبعض المسافه، لكن النادي الاهلي باذن الله يكون في الميعاد في هذه المباراه. لكن الاولويه امير انت عارف في مباراه نادي مصر اللي اكيد بيعمل هو طبعا ترتيبه رقم 12، لكن النادي الاهلي كل مباراه بيكون ليها هدف واحد وهو الفوز ان شاء الله النادي الاهلي يستمر
في سلسله الانتصارات والاداء ان شاء الله. حظ النقاط ده هيكون امر مهم جدا ان يتفرغ النادي الاهلي بقى باذن الله للبطوله الافريقيه، اكيد الحلم الكبير لكل قلب جماهير. النهارده امس اطمنك على الثلاثي اجاي وشحات واكرامي في البدايه، طبعا اكرامي النهارده شارك بكل قوه وعاد من جديد، يعني كانت الام بسيطه جدا في عضله السمان، النهارده ظهر بشكل طيب جدا. الشحات هو الوحيد اللي مش شفناهوش النهارده في التدريبات الجماعيه، لكن باكد لك ان شاء الله غدا في تدريب غدا هيكون معقد صلاه الجمعه ان شاء الله الساعه 1 الظهر، هيكون متواجد حسين الشحات. اجاي النهارده شارك بكل قوه بيعلن جاهزيته ان شاء الله لهذه المباراه القادمه وهي مباراه نادي مصر. محمود الوحيد لسه كمان يعني ممكن يشارك غدا، خلاص يعني ده الاول الرباعي باذن الله يكون متواجد في تدريبات الغد ويوم السبت. بجانب البدايه النهارده يمكن كان في ريكفري لكل اللعيبه اللي شاركت في المباراه الاخيره، وتدريب خاص للمجموعه اللي ما شاركتش خلال المباراه، تدريبات بدنيه، تدريبات شفت في نهايه التدريبات. وممكن كان في صالح جمعه طبعا، ويمكن الناس ممكن تقول ان صالح جمعه ما ظهرش بالتدريب النهارده، بناكد معلومه طبعا عميد صالح جمعه النهارده كان متواجد صباحا وغادر لان كان عنده امتحان. حابين طبعا ان احنا نوضح هذا الامر كويس مهم قوي عشان انت عارف الكلام بيبقى كتير قوي في موضوع صالح ده. بالتاكيد يعني طبعا احنا بنبقى متواجدين في التدريبات، بنحاول ان احنا نشوف المعلومات كلها عشان ما يبقاش في اي امور خاصه او اي اخبار تعوق لعيبه النادي الاهلي عن مرحله الانتصارات وسلسله الانتصارات. صالح جمعه النهارده كان عنده امتحان، كان متواجد صباحا وشارك في جزء بسيط جدا جدا من التدريب، غدا ان شاء الله يكون متواجد. يعني الامور الحمد لله امير كلها ماشيه بشكل طيب، تدريبات الحراس مصطفى شوبير وعلي لطفي النهارده كانوا بيقدموا تدريبات قويه، غدا التدريب 1 ظهرا ثم بعد غدا ان شاء الله يكون 4 عصرا ومنها المعسكر المغلق. يعني ان شاء الله ربنا يكون يعني اللعيبه تحافظ على نفسها بس شويه بالنسبه للاصابات، لان مش عايزين نخسر اي لعيبه في المباراه القادمه او مباراه بطل زيمبابوي ان شاء الله بدات. بالنسبه لرمضان صبحي تطورات الحاله بالنسبه له ايه يا كريم؟ يمكن رمضان اكيد فيه يعني اهتمام كبير جدا وفي متابعه مستمره من الدكتور خالد محمود. رمضان يمكن هيعمل اشعه ان شاء الله خلال الايام القادمه، بيشوفوا طبعا يعني مدى التئام الماده اللي كان فيه العضله، الامور بالنسبه له ماشيه ازاي، ماشي في البرنامج بشكل طيب، بيأدي تدريبات، بيأدي جلسات في الجيم الخاص بيه للنادي الاهلي، لكن هي لسه شويه امين طبعا، انت عارف رمضان ومسائل خلفيه ومسائل من الدرجه الثانيه كمان فصعب شويه، لكن ان شاء الله في الجيم ان شاء الله رمضان يعود من جديد للمشاركه مع فريق النادي الاهلي في الدوري العام والبطوله الافريقيه ان شاء الله باذن الله. يا كريم انا بشكرك شكرا جزيلا، زميلنا العزيز كريم احمد مراسل قناه الاهلي قال لنا كل الجديد اللي بيتعلق بالفريق اليوم واستعداداته للمباراه الهامه جدا يوم الاحد اللي جاي باذن الله امام فريق اف سي مصر في بطوله الدوري بالتحديد في الجوله رقم 12 من هذه البطوله، والاهلي اكيد بيسعى للوصول للفوز رقم 10 على التوالي باذن الله، نتمنى لهم كل التوفيق. عندي موضوع مهم جدا عايز اتكلم فيه بخصوص الحكام، لان القصه كده بقت اوفر بصراحه من الاخر. يعني زمان الاهلي كان بيشتكي لوحده، فاكرين كان زمان كده من سنه الاهلي قاعد ينادي يا جماعه لازم فار، يا جماعه لازم نطور مستوى الحكام، يا جماعه شوفوا حل في القصه دي، وكان الاهلي لوحده كده بيتكلم وما كانش حد بيتكلم بشكل رسمي. ممكن واحد جهاز فني يعترض في مباراه مثلا معينه تعرض فيها الظلم، لعيب يعترض بشكل قوي على الحكام، كلام من ده. لكن امبارح في الحقيقه بيانين من ناديين مختلفين، الاتحاد السكندري والاسماعيلي بخصوص الحكام. الاتحاد السكندري امبارح اتظلم في هدف صحيح 100% في مباراه المقاولين لخالد قمر، اللي يشوف الجون اللي اتلغى ده يستغرب جدا، ومش ومن ضمن الحاجات اللي احنا دايما بنستغرب فيها في بطوله الدوري المصري يعني اخطاء الحكام بالتحديد يعني. وخطا اخر في احتساب ضربه جزاء ضد الاسماعيلي في مباراته بالامس ايضا. ف دلوقتي بعدد الانديه اكتر في اللي بيشتكي الحكام، والكلام بقى مش واضح بالنسبه للاتحاد المصري لكره القدم. البعض منهم يقول لك ايه الفار خلاص من دور الثاني، والبعض الاخر يقول لك لا مفيش فار خالص السنه دي، هيبقى من السنه اللي جايه. احنا عايزين نعرف بس الحقيقه ايه يا جماعه، لان كده الموضوع بقى زياده عن الحد، وكده هنفضل نعاني من ازمات في الوسط الرياضي بخصوص الحكام بالتحديد. ودايما دايما كنا بنقول احنا بنطالب تطوير مستوى الحكام و تواجد تقنيه الفار في الدوري المصري. تقنيه الفار الله اعلم هتيجي امتى في الدوري. تطوير مستوى الحكام ده بقى ايه المشكله لما يحصل؟ يعني ايه المشكله لما نشتغل على كده؟ هل الناس تشتغل؟ انا مش عارف. هو واضح ان الكابتن جمال غندور رئيس لجنه الحكام في الاتحاد المصري لكره القدم الراجل بيشتغل، وانا تابعت تصريحات ليه قريب واضح انه عايز يعمل حاجه. لكن مستوى الحكام في الحقيقه مش مساعده خالص خالص يعني. فالحل ايه في موضوع الحكام ده؟ مش عارفين، خصوصا ان الحكام جانب الحكام ده عنصر من العناصر الاساسيه في اي لعبه. احنا عندنا هنا شويه المشاهد المصري بينصرف عن الدوري المصري، ليه؟ لان في بعض العوامل اللازم
توفرها في بطوله الدوري مش متوفره. يعني عندك مثلا ضمن العوامل المهمه عندك لازم الجمهور يبقى موجود عشان تتمتع بالكوره، لازم ملاعب البنيه التحتيه تبقى مميزه، لازم اداء الحكام يبقى جيد، لازم الاخراج يكون ممتاز. احنا عندنا مشكله كبيره جدا في الاخراج بصراحه، تبقى الكره راح بهجمه تلاقي الحكم او المخرج جاب لك الحكم الرابع بيقول كام دقيقه وقت ضايع وحاجات غريبه كده. فعندنا ازمات كتير جدا في الدوري المصري، التخلص منها هيكون ازاي؟ لازم يبقى في شغل، لازم يبقى في تركيز. موضوع الملاعب كمان، امبارح ملعب الواحد لما برضه شايف المباراه في الاعاده، مباراه المقاولين والاتحاد الاسكندري، استاد اسكندريه ده ما اعتقد يعني من الاستادات اللي استضافت بطوله الامم الافريقيه في مصر 2019. ايه سوق الارضيه دي؟ ليه؟ وما احنا كنا بنقول ان الاستادات هترجع ومش هنلاقي ان يعني الملاعب هتبقى جيده ومش هنلاقي ان الارضيه بتبوظ تاني وكلام من ده، بناء على ايه؟ فدي برضو من ضمن المشكلات الكبيره جدا. بعض الامور في الدوري المصري لازم تتعدل بصراحه ولازم نشوف ليها حل، بالتحديد ازمه الحكام دي. يا جماعه هاتوا الفار وخلصونا، يا اما مش عارف الحل فيها ايه بصراحه. ده فيما يتعلق بازمه الحكام. خلينا نشوف مباريات اليوم او الامس الاول في الدوري المصري والدوري الانجليزي. امبارح كان اتحاد اسكندري ومقاولين 1-0 للمقاولين، اسماعيلي وانبي 1-1، المقصه والاهلي 2-0 للاهلي. امبارح كمان كان في مباريات في الدوري الانجليزي، بيرنلي واستون فيلا 2-1 لاستون فيلا، تشيلسي وبرايتون 1-1، نيوكاسل وليستر سيتي 3-0 ليستر سيتي، ساوثامبتون وتوتنهام 1-0 ساوثامبتون، واتفورد وولفرهامبتون 2-1 لولفرهامبتون، مانشستر سيتي فاز على ايفرتون 2-1، ويست هام يونايتد 4-0 على بورنموث مع مويس مدير الفني الجديد، نورتش سيتي تعادل 1-1 مع كريستال بالاس، وارسنال مع مانشستر يونايتد 2-0 لارسنال. النهارده مباراه الدوري المصري، حرس الحدود فاز على بيراميدز 1-0، المصري وسموحه ابتدى المباراه ابتدت الساعه 5، الزمالك واسوان الساعه 7:30. خلينا نروح لمداخله مهمه جدا جدا مع الكابتن محمد ابراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري. يا كابتن محمد مساء الخير عليك. حبيبي مساء الخير عليك وعلى ديوك. اخبارك كله تمام؟ يعني بنتكلم بخصوص بيان النادي الاتحاد السكندري امبارح وشكوى النادي من المستوى التحكيمي وتعرض الاتحاد في بعض المباريات للظلم التحكيمي، الاسباب في المستوى المتدني للحكام من وجهه نظركم ايه يا كابتن؟ لا ما قلناش مستوى متدني، ولكن قلنا احنا اتظلمنا في اربع مباريات. مباريات من اصل 10 الدوري اتلعب لغايه دلوقتي، لا ده عدد كبير جدا يا كابتن في الفتره الحاليه. تمام. طب ماشي، ما هو ده بيبقى بسبب مستوى الحكام السيء، اصل هتتظلموا في اربع مباريات ليه؟ بالظبط. يعني احنا يعني انت بتبقى الموسم بالكامل، على مدار الموسم لما فرقه بتتظلم مباراه او مباراتين بيبقى الموضوع صعب جدا. طبعا. لكن اربع مباريات في خلال 10 ماتشات، لا ده 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 عدد كبير جدا من المباريات، وعدد يعني من اول مباراه الزمالك في الدوري انا ليا ضربه جزاء صحيحه 100% في الدقيقه 92، مباراه دجله انا ليا هدف صحيح 100% سي سي احرزه، وليا ضربه جزاء صحيحه 100% كل الناس قالوا عليها، الماتش الاهلي انا كره تسلل واضحه جدا، مباراة امبارح ليا هدف صحيح 100%. فالامور يعني الحل ايه طيب؟ الحل ايه من وجهة نظرك يا كابتن؟ يعني هي عنصر من عناصر اللعبة زي ما انت حضرتك عارف، اكيد ادارة وجمهور ولعيبة لكن انت ما فيش في ايدك في حاجة ان انت يعني بتعمل بيان بهذا الظلم الواضح علينا، وبنستنى نتيجته في الفتره اللي جايه. هل النتيجه ممكن تكون من خلال تطبيق تقنيه الفار، ولا الموضوع هيبقى صعب السنه دي؟ ما هو اصل الكلام ده بيتقال تطبيق الفار وتطبيق الفار، يعني الموضوع برضو محتاج تقنيات عاليه او محتاج، بس يعني انا شايف ان البنيه التحتيه عندنا اللي هي الاستادات الموجوده يعني تناسب جدا لموضوع الفار. ايه ان انت تطبقه ازاي وايه شروطه وايه نظامه؟ كنت سامع النهارده في كذا حاجه ان لازم يكونوا واخدين دورات تدريبيه في
الحكام يعني. هل ده منطبق عندنا؟ هل ده احنا نقدر نعمله؟ هل احنا يعني في امور كتيره جدا انا مش قادر بيها، ولكن انا كمتضرر من موضوع التحكيم اتمنى طبعا الفار يبقى موجود من بكره موجود في مصر، واعتقد ان هو طبق في مباراه الاسماعيلي في البطوله العربيه معانا اول مره يطبق في مصر، وكانت الامور ماشيه يعني على ما يرام. وده طبق كمان في بطوله الامم الافريقيه في مصر هنا في 2019، فمهم قوي طبعا تواجد تقنيه الفار. لكن انا عايز اتكلم على المستوى الفني شويه بخصوص الاتحاد السكندري، وفي الحقيقه الناس سعيده بمستوى الاتحاد هذا الموسم بخلاف الثلاث مباريات الاخيره ودخوله في المربع الذهبي مبكرا، رغم ان لسه المشوار طويل، لكن ابتدينا نسمع الاتحاد كمان بقى موجود في المنافسه السنه دي وماشيين بشكل جيد جدا. طموحات واهداف الجهاز الفني للاتحاد السكندري ايه السنه دي؟ يعني احنا طموحاتنا ما لهاش حدود الحمد لله، احنا كل مباراه بمباراتها، كل ما بتاخد مباراه بتفكر في المباراه اللي وراها ان انت تكسبها. الامور ماشيه الحمد لله على ما يرام، احنا 20 نقطه لغايه وقتنا هذا، احنا في المركز الثالث لغايه وقتنا هذا برغم الخساره في مباراتين متتاليتين النادي الاهلي والنادي المقاولين، ولكن النادي المقاولين مثلا النهارده في المركز الثاني بعد النادي الاهلي. اعتقد ان المباراه امبارح كانت وان سايد جيم من ناحيتنا، اعتقد ان هم راحوا بهجمتين، هجمه وحيده اللي هي احرزوا منها الهدف، هجمتين يعني كان هي الوحيده الخطره اللي احرزوا منها الهدف، واحنا متسيدين المباراه بالكامل. اعتقد ان الاداء الناس كلها بتتكلم عنه، ده يدي مؤشر كويس قوي الحمد لله ان احنا في راجعين يعني الحمد لله، وان احنا بنجتهد وبنشتغل عشان نوصل لاعلى نقط نوصل لها في الموسم، لكن ان احنا نحدد طموح او حاجه لا، احنا الحمد لله يعني عندنا طموح ان احنا نوصل لابعد حته ممكنه ان شاء الله في مسيره الدوري. في تدعيمات في يناير بالنسبه للاتحاد السكندري؟ اكيد اكيد. كم مركز مثلا؟ ان شاء الله احنا لينا اربعه. ففي مراكز مختلفة يعني هيبقى في تدعيمات عند حسن الظن، ويكونوا إضافة قوية للنادي الاتحاد في الفترة اللي جاية إن شاء الله. إن شاء الله بنتمنى لكم كل التوفيق. كابتن محمد إبراهيم المدرب العام لفريق الاتحاد السكندري بشكرك شكرا جزيلا، ونتكلم معانا بخصوص بيان الاتحاد السكندري بالأمس بخصوص الحكام وكمان على مستوى الفريق وطموحاته هذا الموسم بعد المستوى الجيد حتى الآن في بطولة الدوري بالنسبة للاتحاد السكندري. طيب خلينا نروح نشوف أخبار الأهلي في الصحف النهاردة. يلا مجلة الأهلي، بعد 10 أسابيع من الدوري المثير الأهلي هايص والكل لايص، فايلر يحقق رقم تاريخي يتكرر لخامس مرة مع الفرسان. الأهرام، قطار الأهلي يتخطى المقصة بهدفي معلول وأفشة ويعود للصدارة، فايلر أخطأ في الشوط الأول وعاد إلى طريقته المعهودة في الشوط الثاني فحقق الانتصار. الأخبار، هزم المقصة بهدفين في نصف مباراة وفايلر يصحح أخطائه، قطار الأهلي السريع لا يتوقف. الأخبار المسائي، الإبداع مستمر، الأهلي يحلق في الصدارة بفوز سهل على المقصة ويرسخ العقدة لميدو. في الأهرام المسائي، الأهلي يغرد وحيدا، هزم المقصة في الشوط الثاني بثنائية معلول وأفشة وفايلر خدع ميدو، مروان نقطة ضعف والمواجهة متوترة والشياطين بدون منافس. ماشي. المساء، جماهير الأهلي سعيدة في السنة الجديدة، الأحمر هزم المقصة بهدفين نظيفين واستعاد القمة بعد ثلاث ساعات فقط. مجلة الأهلي، أحمد الشيخ يرتدي ثوب الإجادة، سعيد بثقة فايلر وهدف الحفاظ على مكانه الأساسي. الجمهورية، الإصابات تنهي أزمة الأهلي مع الاستبدال، سمير ومحمود خارج القائمة المحلية ونيدفيد يسعى لمكان في الإفريقية. الشروق، الأهلي يغلق الباب أمام إعارة لاعبيه، مصدر سنعير لاعبا أو اثنين على أقصى تقدير ولن نكرر خطأ المواسم الماضية، وسعد يجري جراحة أكيلس ويعود من ألمانيا بعد 10 أيام. الوطن، الأهلي ينهي قيد كهرباء، مفاوضات جديدة لتخفيض سعر إليكي وشواط بديلة. الوفد،
فايلر يجدد تمسكه بنجم لوزرن، ولجنة التخطيط ترشح 5 بدائل. المهاجم السوبر صداع في الأهلي. اليوم السابع لجنة الكرة بالأهلي توصي ببقاء صلاح محسن ورحيل مروان أو أزار، والجهاز الفني يفتح ملف FC مصر ومحاولات لتجهيز حسين الشحات وأجاييه في بروفة بلاتيني. طيب نبتدي بمجلة الأهلي النهاردة، واللي بتقول بعد 10 أسابيع من بطولة الدوري المثير الأهلي هايس والكل لايس، في إشارة يعني النادي الأهلي ما شاء الله عليه ماشي بشكل جيد جدا وانتصارات متتالية، وبقية الأندية ممكن عندهم بعض العثرات يعني في مسيرتهم. بايلر يحقق رقم تاريخي يتكرر لخامس مرة مع الفرسان الحمراء. قصدهم إيه؟ قصدهم إن الأهلي في 8 مباريات بخلاف المباراة رقم 9 بتاعت امبارح حقق الفوز المتتالي في 8 مباريات في مواسم 5 بالتحديد موسم 2002-2003 الأهلي جاب فيهم 20 هدف في أول 8 مباريات، موسم 2003-2005 الأهلي جاب 19 هدف، موسم 2005-2006 الأهلي جاب أيضا 19 هدف، والموسم الحالي 2019-2020 الأهلي جاب 23 هدف، وده شيء جيد جدا ونتمنى طبعا كل الاستمرارية للنادي الأهلي. نروح للأهرام، وبتقول ان قطار الاهلي يتخطى المقصه بهدفي معلول وقفشه ويعود للصداره. فايلر اخطا في الشوط الاول وعاد الى طريقته المعهوده في الثاني فحقق الانتصار. موضوع ان فايلر اخطا يا جماعه، مفيش مدير فني ما بيغلطش، يعني لو هو اخطا من وجهه نظره ممكن هو يكون مقتنع ان هو كده اتصرف صح، ما فيهاش اي مشكله، يعني احنا بنساند الراجل وندعمه وعندنا ثقه كبيره جدا فيه، لكن المهم ان انت لما بتغلط تعدل الخطا بتاعك او الغلط بتاعك، تشوف ازاي تعدل وضع الفريق في الملعب، ازاي تجيب الثلاث نقاط في الاخر، ازاي تكسب. ده اللي حصل امبارح من مستر فايلر، فمش عيب اطلاقا لو حد غلط، يعني طبيعي كل الناس بتغلط، يعني كل المدربين بيغلطوا، لكن في منهم بيعرف يقرا الماتش وفي منهم ما بيعرفش يقرا الماتش. مستر فايلر في الحقيقه بيعرف يقرا وبيعرف يتعامل ويحقق الاهداف المطلوبه. طيب نروح للاخبار المسائي. الابداع مستمر، الأهلي يحلق في الصدارة بفوز سهل على المقصة ويرسخ العقدة لميدو. الإبداع ماشي بشكل جيد طبعا، انتصارات متتالية، مش عايز أقول إبداع لأن احنا مستنيين بصراحة أداء أفضل من كده من النادي الأهلي. بعض فترات الأهلي بيلعب كويس جدا، بعض الآخر تلاقي الأداء بيهبط شوية، ده طبيعي بسبب الإصابات وضغط المباريات، طبيعي جدا أنت ما بيغيب عندك لاعبين كتير فبتنزل لعيبه تانية في التشكيل فبيبقاش فيه انسجام، فطبيعي ما بيبقاش فيه اداء، كلها امور طبيعيه في كره القدم، لكن الاهم طبعا الفوز في الاخر. موضوع ميدو، الاهلي يرسخ العقده لميدو. ميدو لعب مع الاهلي بمباراه امبارح 5 ماتشات كمدير فني، يعني خسر 2 مع الزمالك و2 مع وادي دجله، وامبارح مع المقصه مباراه وحيده، عمره ما كسب النادي الاهلي خالص. يعني نروح الاهرام المسائي، وعنوان محتاج تعليق شويه. الاهلي يغرد وحيدا، ماشي هزم المقصه في الشوط الثاني بثنائيه معلول وقفشه وفايلر، وفايلر خدع ميدو. مروان نقطه ضعف، هم كاتبين مروان نقطه ضعف، مش عايزين ناخد الموضوع من المنطلق ده ان مروان يعني ضعيف فنيا او هو مشكله الاهلي خالص، يعني ما انت عندك مروان ساعات بيلعب وازارو بيلعب تمام وما بيبقوش موفقين، فمش عايزين نقول ان هو نقطه ضعف، مش عايزين نعمل ضغط كبير على اللاعب، لا بالعكس، مروان لعيب كبير جدا وعنده قدرات مميزه جدا، لكن الثقه ممكن تكون قليله عنده شويه، واي لعيب بيتعرض لمرحله من المراحل دي عادي بتحصل في مسيره اي لاعب يعني، فلازم نقف جنب لعيبتنا، لازم نبقى في ظهرهم. مروان لعيب كويس جدا وان شاء الله الثقه تبقى عنده اكبر خلال الفتره الجايه في نفسه، لان مروان لو واثق في نفسه بشكل كبير جدا وما بيتعرضش لضغوط قويه، ومفروض اول حد يبقى جنب اللاعب جمهوره، هتلاقي مستوى احسن من كده بكتير من مروان محسن. الاهم ان اللعيب بشخصيه جيده من الجانب الفني، يقدر يقود النادي الاهلي، هو يقدر عنده احسن من كده، عنده احسن من كده بكتير قوي. هي فتره بس ممكن تكون صعبه على مروان محسن. المواجهه متوتره وشياطين بدون منافس، الشياطين مش بدون منافس ولا حاجه. الاهلي بيلعب في بطوله الدوري ما بيبصش على المنافسين اطلاقا، في الزمالك بعيد في مركز لا يليق بيه طبعا، وعنده لسه مباراه النهارده كمان مع اسوان، اكيد الزمالك هيعود للمنافسه، اكيد فريق بيراميدز ممكن يعود للمنافسه رغم الهزيمه المفاجئه ايضا امام حرس الحدود النهارده، فلا
أستاذ سعيد علي الناقد الرياضي ورئيس القسم الرياضي بجريدة الدستور ضيفنا العزيز في حلقة اليوم. سعيد أهلا بيك. أهلا بيك أمير وكل سنة وأنت طيب. أنت طيب أخبارك إيه؟ الحمد لله حبيبي. كويس الحمد لله تمام. رأيك في ماتش امبارح؟ ماتش امبارح اداني احساس كده وانطباع ان انت ايه تقدر تقول ان الاهلي يقدر يكسب باي 11 لاعب تحت اي ظرف. يعني انا وصلني احساس لي انا شخصيا ان فايلر يقدر يكسب وهو قاعد في البيت. يعني هو قاعد في الفندق ممكن في يوم من الايام كده يصحى مكسل مش قادر ينزل, فهو واثق ان هو هيلعب باي 11 لاعب يكسب. وده تطور ناتج عن اداء النادي الاهلي ولا عن ثقه في مستر فايلر؟ لا ناتج عن تطور بنرصده في كل مرحله وناتج عن قرايتنا لافكار مستر فايلر. بمعنى ان الراجل كل مره قادر انه يفاجئنا بحاجه جديده. يعني في ماتش المقاصه امبارح انا شفت رغم ان الاداء مش قوي والاداء مش مذهل, لكن هو كل يوم ياكد لي انه بيفكر انه الراجل مرن جدا, ان الراجل يقدر يفاجئني بحاجه جديده. شفته امبارح بيلعب بطريقه لعب جديده بعيده خالص عن كل الشوط الاول. وظف لعيبه في ادوار غير ادوارها. خلينا نشوف ان هو طول الوقت بيفكر ان هو يكتشف حاجات جديده. يمكن الاداء مش مرضي بالدرجه اللي انت ترضى عنها او ان انت تبقى تتقبلها, لكن في النهايه انت بتحقق المكاسب ديت وانت غايب عنك فريق كامل وعندك راجل طول الوقت بيقدر يعني دايما بيبحث عن الجديد. فانا امبارح لفت نظري عجبني قوي فكره انه اولا فكر انه ازاي يوقف فريق المقصه, انه ازاي يوقف مرتدات فريق المقصه. فكان هنا فكره الاستعانه باحمد فتحي في كمدافع في الجهه اليسرى, وانه يبقى مدافع ثابت طول الوقت مع الاثنين مع المساكين رامي ربيعه ومحمود متولي مع حريه محمد تاني اللي هو تقدم. ففكره وجود ثلاث مدافعين طول الوقت كانت بتقتل المرتدات. هو قاري كويس جدا ميدو, عنده ميدو جابر وعنده محمد مسعد وبيكلي بيعملوا مرتده بشكل سريع, وعمرو مرعي لاعب سريع جدا فبيعرف يعملوا الهجوم المرتده. فهو كان قاري من البدايه ان انا هوقف مرتدات ميدو, عارف ان انا ميدو هيلعب على النقطه ديت, خاصه ان انا كاهلي عندي مشاكل في الثلث الاخير بسبب الاصابات. فمش هكون مستعجل ومش هسيب له المساحه ومش هخليه يروح يجيب الجون. فقدر بفكره احمد فتحي انه يوقف مرتدات المقصه باستثناء كره عمرو مرعي اللي كانت في بدايه المباراه وكان لسه الفريق ما تمركزش بشكل كويس. المقصه ما قدرش يوصل, لكن الطريقه اللي لعب بيها امبارح كان فيها مشاكل هجوميه. مشاكل يعني هجوميه يعني انا بشيد بان هو طول الوقت بيدور على جديد, ان هو عنده 9 لاعبين غايبين, ان هو عنده مشاكل كبيره جدا بسبب الاصابات, ورغم ده هو بيبتكر وبيقدم حلول جديده وبيقدر يحقق النتائج. ان النهارده 25 هدف تستقبل هدف وحيد العلامه الكامله. فلا انت رحت شخصيه الاهلي بقت حاجه ثانيه خالص مع مستر فايلر. لكن كان في مشاكل في الهجوم, كان في مشاكل في الهجوم دي طبعا ليه؟ لان انت النهارده اعتمدت على علي معلول ومحمد هاني ان هم الظاهرين بالاساس في مركز وينجين, ومواصفات الوينج تختلف تماما عن مواصفات الظهيره والباك اللي طول الوقت بيجي من ورا. فبتبقى عمليه انه يعمل شغل وهو جاي من تحت كاشف الملعب تختلف تماما عن فكره وانت بتستقبل وضهرك للملعب. يعني الجناح دايما رمضان صبحي او حسين الشحات لما بيستقبل في الثلث الاخير وظهره للملعب بيبقى لاعب عنده ابتكار اكتر ومهارته بتبقى اعلى وجودته اعلى من جوده الظهير. فلما تطلب من علي معلول انه يقوم بالادوار دي في الثلث الاخير, او محمد هاني كمان لما انت حررته ان هو يطلع يعمل الادوار الهجوميه خليت احمد الشيخ طول الوقت يدخل للقلب هو اللي بيقوم بالادوار الهجوميه. فكان صعب ان انت تعمل بديلين, تعمل من محمد هاني وعلي معلول بديلين لرمضان صبحي لكن حل لكن هو حل. انت انت انا بقول لك بيعجبني فيه انه طول الوقت انا مش عاجز انا قادر, ومع ذلك بيحقق الانتصارات وبتحقق العلامه الكامله. فكون الراجل طول الوقت بيدور على الحلول دي لا طبعا حاجه تحسبه. كمان علي معلول لعب في صفاقس كتير جدا كوينج مش كظهير ايسر. يعني علي معلول ممكن لعب في الصفاقسي لكن دي لها ظروفها وليها ليها انا قصدي ان هو بيجيد اللعب في المركز ده. يعني لا انا شايف ان علي معلول في الظروف الطبيعيه والظروف العاديه ما ينفعش خالص في المركز ده. لكن امبارح الظروف انت شايفها عاديه بالنسبه لي؟ مش عاديه بالمره. انت النهارده 9 لاعبين, وبالمناسبه هو كمان فايلر بيقسم المباراه على جزئيات. هو شايف ان انا كنت ممكن ابتدي بشكل هجومي غير قوي لكن انهي بشكل قوي. يعني هو فكر ان انا طب لو انا ابتديت بجيرالدو من البدايه انا هنا ما عنديش مطور للاداء في الثلث الاخير. يعني لو جيرالدو امبارح بدا هو وليد سليمان فانت هنا الثلث الاخير من الملعب مش هتلاقي اللي يبدل لك او اللي يعمل لك التحول المطلوب لو النتيجه اتعثرت. فهو بدا بالحل الاقل علشان يختم بشكل الافضل, ويمكن هو عودنا في المباريات الاخيره انه دايما بيعرف يختم المباريات بشكل افضل. فعشان كده احتفظ بجيرالدو ووليد سليمان للجزء الاخير من المباراه وحصل التحول. هو كان عارف زي ما قلت ان هو ميدو هيلعب على المرتدات. ميدو
المباريات دي هي نقطه قوته، يعني هو طول الموسم ماشي بشكل سيء جدا، فالمباراه دي بتبقى نقطه تحول بالنسبه له، ممكن تفوقه فبتفوقه او كمان تفوق الفرقه. هو كمان ميدو من المدربين اللي بيحبوا الشو قوي وبيحبوا يلعبوا قدام الانديه الكبيره، يمكن هو نقطه يعني نقطه بانت قوي امبارح موضوع الشو ده جدا، يعني ساعات لما كان عايز يرمي رمي التماس هو بيحاول يقلد مورينيو، يحاول يقلد جوارديولا، بس خلينا نقول ان مورينيو وجوارديولا عندهم الرصيد الكبير بالزبط. اللي يخليهم يعملوا ده، لكن انت ميدو احنا محتاجين الاول ان انت تقدم نفسك كمدرب بعد 5 سنين، عايزين نشوف تجربه تقول ان انت فعلا مدرب قوي وشاطر وعملت نتائج جيده، وبعدين ابدا اعمل بقى المداعبات، لكن تختصر حياتك على ان انت تعمل خناقه وتعمل لقطه وتعمل افيه وتعمل لسه بدري شويه. يعني انا شايف ان ميدو محتاج الاحترام طبعا للجميع، يعني بس هو محتاج يركز اكتر ان هو يبقى مدرب، يعني محتاج ان هو يتعلم، محتاج ان هو يعمل معايشات ويبقى مدرب الاول، بعدين ان شاء الله نعمل الشو، نعمل لقطات. انت شايف ميدو مش مدرب؟ يعني انا شايف ميدو في خلال 5 سنين حصل على فرص يعني تكفي عدد كبير جدا من المدربين. ميدو الواحد لما بيقعد يسمعه كمحلل كويس في الحقيقه، لكن هو فعلا على رايك هو على مستوى التدريبي كمدير فني ما قدمش لسه المطلوب من او متوقع من ميدو. يعني بص انا اقول لك حاجه، مصر المقصه 10 سنين استقرار، واحده من بين اهم الادارات المحترفه في الكره المصريه في العشر سنين اللي فاتت. مشروع مصر المقصه مشروع قوي جدا طبعا. نجح في انه يقدم نتائج طيبه، نجح انه يلعب في بطوله افريقيا نجح ان هو يستثمر في بيع وشراء اللاعبين، يعني هو مشروع رياضي في كره القدم المصريه نجح جدا. كون انه يروح للمنطقه دي، ده اسوأ بدايه في تاريخ مصر المقصه، اسوأ بدايه في تاريخ مصر. فشماعه ميدو دايما يقول لك اصل انا صاحب مشروع، ما هو المقصه ده فريق طول عمره صاحب مشروع ومشروع ناجح مع كل المدربين. ليه انت وصل معاك للمنطقه دي رغم ان انت فرقه فيها عناصر قويه جدا؟ ميدو جابر زي ما اتكلمنا عن عمرو مرعي وتشيم سبيكلي ومسعد، فريق قوي جدا، يعني فريق من الصعب ان انت تصنفه مع الانديه اللي بتصارع الهبوط. فانا شايف ان ميدو نتائجه ابعد بكتير جدا عن كلامه في الاستديوهات التحليليه. هو محلل عظيم، بيعرف يستخدم المصطلحات ويتلاعب بيها بشكل كويس جدا، فانت كمشاهد تحب تتلقى منه. انما في الملعب المدرب ليه مواصفات كبيره جدا، منها الاشياء مثلا، يعني انا عندي معلومه يا امير ان 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 احمد حسام ميدو في وادي دجله كان بيسهر للفجر مع لعيبه في اوضه اللبس بيتفرجوا على حاجات. يعني انا لعيب من لاعبي وادي دجله قال لي الكلام ده، يعني في حضور زمايلي ممكن استشهدك بيهم، فده ما ينفعش ان بس النبي سعيد من الحاجات ده ده انا عايز اقول الشخصيه مهمه جدا، ان انت تبقى قدوه للاعبيك علشان يستقبلوا منك وتبقى انت قدوه ليهم وتبقى مقنع بدرجه كبيره، فلازم يبقى في مسافه بينك وبينهم، ولازم يبقى شايفينك ان انت النموذج. فهو محتاج يتعلم على المستوى الشخصي، محتاج يعرف ايه هي واجبات المدرب، محتاج شغل كتير جدا. كل الاحترام والتقدير طبعا لكل الشخصيات في الكره المصريه بشكل عام، لكن خلينا اتكلم معاك شويه عن الماتش امبارح واداء بعض اللاعبين. من اللاعبين اللي انت بتشوف ان هم ثبتوا اقدامهم في صفوف النادي الاهلي خصوصا في ظل الغيابات العديده من العناصر الاساسيه؟ أليو ديانج. أليو ديانج بيثبت كل يوم انه صفقه غير عاديه. لاعب هيبقى اضافه كبيره جدا للنادي الاهلي. انا متخوف عليه من تطوره اللي مش هيخليه يكمل في مصر ولا في افريقيا. يعني امكانياته الفرديه وقدراته تخليك تقول ان الراجل ده ما يكملش في افريقيا. يعني عنده قدره بدنيه عاليه جدا الاهلي كان مفتقده، ويمكن الدوري المصري كمان مفتقد المواصفات ديت في قدرات البدنيه. اي صراع ثنائي يا امير مش ممكن، يعني قدره غير عاديه في ان انت اي صراع ثنائي بتفوز بيه. كم افساد للهجمات، استقطاع كرات بشكل دائم. الجميل انه بيعمل التكمله، يعني هو دايما محور الارتكاز، بيقطع اسيست كمان الجون الثاني لقفشه عامل كويس جدا، عمل الاسيست وهو صاحب الفرصه الوحيده الخطره للاهلي في الشوط الاول، لان هو اللي كمل، كان عنده الجرعه بعد ما قطع وكمل في الهجمه ووصل وانفرد بالجون. عشان كده انا بقول مع التطور هيبقى حاجه مرعبه. يعني الراجل ده مع القوه البدنيه ديت والقدره على ان هو يغطي عرض الملعب في المساحات الدفاعيه ورا الاثنين اللي بيصنعوا لعب، مع ان هو يتطور نفسه شويه في الثلث الامامي، الراجل ده هيبقى حاجه مختلفه تماما عن كل لاعبي الارتكاز اللي شفناهم في الدوري المصري في السنين الاخيره. واعتقد انه هيفيد الاهلي جدا في الفترات اللي جايه. وده حصل امتى؟ يعني اللي يخليك متفائل اكتر انه حصل والاهلي مش في افضل حالاته، يعني في ظل غيابات كتير جدا. يعني انا التمس عذر لمروان محسن، انا مش معاه طبعا، بس التمس له عذر انه كمهاجم محتاج رمضان صبحي جنبه، محتاج حسين الشحات جنبه، محتاج الفرق في اعلى حالتها. لكن اشيد جدا بديانج انه في ظل الغيابات دي والفرقه مش في افضل حالاتها،
انه قوي كده وقادر يظهر بالشكل ده، وده يخليني يقول انه صاحب قدرات استثنائيه. يعني ايه؟ يعني مش لاعب منظومه بس، في لاعب منظومه اللي هو لو الفرقه فايقه انا فايق، الفرقه مش فايقه انا مش فايق، لكن ده رغم ان الفرقه مش في اعظم حالاتها وهو قادر كل مباراه انه يخليك تقول ان ده افضل لاعب في الفرقه. فأليو دانج انا شايف ان هو اهم حاجه في الاهلي في الفتره الاخيره واهم مكسب. يمكن ما عجبنيش طبعا مروان، ويعني حزين جدا مش على مروان بس، على مروان وكل مهاجمين مصر اللي يعني مش قادرين يتعلموا حاجه جديده. يعني لحد دلوقتي انا شايف ان هم كل مهاجم الدوري المصري مواصفات المهاجم التسعينات. هل مروان فقد الثقه في نفسه نسبيا ولا مش موفق مثلا، ولا انت بتشوف ايه من وجهه نظرك؟ فقد الثقه في نفسه، هو لعيب عنده قدرات، لعيب مميز ومهاجم مميز وكان هداف كتير في بعض الانديه في الدوري، لكن ايه اللي ممكن يكون بيمر بيه خلال الفتره الحاليه يعني؟ طيب هو فقد الثقه طبعا، دي اول حاجه، فقد الثقه في نفسه تماما. عليه ضغوط كبير من طول الوقت، هو حاسس ان الجمهور طول الوقت مترقب له ومستنينه وبيقيمه بشكل سلبي طول الوقت، فده مسبب له توتر ضغط مخليه مش عارف ياخد القرار الصح. يعني هو طول الوقت مش عارف قبل ما يستلم الكوره مش قادر يقرر، وبتظهر في دماغه بيتشتت، ده بسبب الضغوط. لكن انا بشوف ان بعد 10 سنين دوري ممتاز مروان محسن مفترض نتعلم حاجات تانية، لكن انا شايفه مازال في النقطه اللي بدا بيها. يعني في الاساسيات، انت النهارده 30 سنه وفي اساسيات لسه عند مروان وعند مهاجم الدوري المصري بلا استثناء. يعني مثلا في لقطه ايه يا امير، طول الوقت مروان محسن بيستلم ظهره للملعب، يعني ولا مره حسيت ان مروان وهو بيستلم بيحاول يغير اتجاهه. يعني ده كله ناتج عن ضغوط اللي ممكن تكون على مروان مثلا، ممكن، بس انا بقول لك ده في الدوري. مطلوب ايه منه عشان باذن الله كده يكون موفق للفتره الجايه، خصوصا ان انت مروان ده لعيب يعني متوقعين منه افضل من كده بكتير، لان هو عنده قدرات والشخصيه اللي تليق بالنادي الاهلي. طيب مطلوب منه اولا انه يتخلص من الضغوط، ان هو يقفل السوشيال تماما، ما يسمعش لاي حد. يتذكر كويس جدا ان هو مهاجم منتخب مصر في السنين الطويله اللي فاتت، يجدد حوافزه ودوافعه بنفسه. مطلوب من الجهاز الفني يساعده، مطلوب من زمايله يساعدوه. محتاج توفيق طبعا، محتاج توفيق ان هو يسجل هدف واثنين ويبدا ياخد اكتر. كمان فكره ان مروان بيلعب ماتش وازاره ماتش برده دي مأثره على الاثنين، يعني يمكن هما الاثنين مستواهم مش في التوب فورم، فعشان توصل للتوب فورم انت محتاج تاخد بشكل متكرر. يعني ده او ده، يعني انا شايف ان من الاخطاء اللي وقعنا فيها ان كان لازم ازارو ياخد بشكل اكتر او مروان ياخد بشكل مستمر. ويمكن كنت بايد ازارو اكتر، لان انا شايف ان ازارو سجل عدد كويس من الاهداف، سجل 4 اهداف متهيألي في اخر شهر. وكان لو حصل على وقت اكتر متهيألي كان افضل لينا دلوقتي وافضل للاهلي انه يكون موجود. كمان هو بيعمل ادوار تانية غير انه بيسجل، فكنا ممكن نستفيد بيه. غير مروان، انا بشوف برضو ان احمد الشيخ بيتعرض لنفس الضغوط. ويمكن انا كتبت وقلت ان احمد الشيخ يا جماعه لازم الناس تفهم انه مش لاعب سوبر ستار، لكن هو لاعب مهم في الفرقه. يعني ايه لاعب مهم في الفرقه؟ النهارده وانت بتنافس على 3 بطولات، او الاهلي جمهور الاهلي بيحلم انه يستعيد ويحقق خماسيه في موسم من جديد، انت تفوز بكل البطولات، فانت محتاج قائمه كبيره من اللاعبين، عدد كبير من اللاعبين. لما يكون عندك هذا الكم من الاصابات، الايقافات مع ضغوط المباريات لما تصل للادوار الاقصائيه في دوري ابطال افريقيا، فانت محتاج لاعب بديل في صف ثاني او حتى صف ثالث يكون يقدر يعمل اللي بيعمله احمد الشيخ حاليا. ان هو بيخليك تكسب، ان هو بيسجل. يعني معنى كده فوز النادي الاهلي في المباريات الاخيره في ظل غياب بعض اللاعبين ده يحسب للعيب مثلا زي احمد الشيخ، لعيب زي اليو ديانج ما كانوش بيلعبوا بشكل اساسي. صحيح. ده بالنسبه لي يحسب صحيح نجاح عظيم جدا للجهاز الفني ونجاح للاعبين، لازم يعرفوا انهم انجزوا. ده حقيقي فعلا، انتوا انجزتوا وحققت المطلوب منك. مش هتقدم نفس اللي بيقدمه رمضان صبحي وحسين الشحات، لكن انت مع الوقت ممكن توصل لده. هو طبعا في اختلاف في جوده اللاعب وقدرات اللاعب، لكن انت نجحت ان انت تشيل الفرقه فعلا. يمكن الاهلي في السنين اللي فاتت لما كان بيتصاب حد مهم في الفرقه كنا بنعاني لما نعتمد على اسلام محارب كبديل او ميدو جابر كبديل، فكانت الفجوه الكبيره ما بين البديل والاساسي مسببه دايما دروب في النتائج، كان الاهلي نتائجه بتقع. لكن حاليا الاهلي ما وقعش مع احمد الشيخ ومع جيرالدو وحتى مع مروان محسن مع لو ديانج. الاهلي قدر يستمر، ما قدمش نفس المردود، ما قدمش نفس المستوى، لكن انت حافظت على نفس النتائج. اعتقد دي تدي ثقه لاحمد الشيخ، اعتقد دي تدي ثقه لجمهور الاهلي، وتخلي الناس المفروض يلتفوا حوالين اللاعبين الفتره الجايه، لانك هتحتاجهم قوي طبعًا مع ضغط المباريات الفتره الجايه. انت محتاج كل لعيب في القائمه في الحقيقه في ظل المنافسه في بطوله الدوري وبطوله دوري ابطال افريقيا. يعني صحيح بتشوف المنافسه ازاي في بطوله الدوري؟ طيب بعد تفوق الاهلي ووصوله للفوز رقم 9 على التوالي،
ما فيش منافسه في الدوري المصري خلاص. يمكن ما فيش منافسه. ما فيش منافسه. يمكن انا في حتى في بدايه الانطلاق الموسم الامير قلت لك الاهلي السنه دي بادئ بشكل قوي، وطالما الاهلي بدأ بشكل قوي خلاص يعني مش هيبقى في منافسه. الاهلي قادر ان هو يحسم الدوري. طب ليه الزمالك ما يقعدش في المنافسه مثلا بيراميدز؟ حتى لو الزمالك او بيراميدز عاد مش هيقدر يقدم نفس الارقام اللي بيقدمها الاهلي. يعني هو الاهلي خلاص قطع شوط كبير جدا وبعد بمسافه بعيده قوي. وكمان الاهلي اللي بيخلينا نقول الكلام ده دايما، الاهلي مش في افضل حالاته. الاهلي يا جماعه بيلعب باي 11 لاعب. الاهلي بيلعب تحت في ظروف صعبه جدا جدا وبيقدم النتائج دي. 25 هدف في 9 مباريات وهدف واحد عدد كبير في الحقيقه. يعني انت الفارق 24 هدف، انت المركز الثاني في الدوري المقاولين العرب عامل فارق 8 اهداف. يعني نشوف المسافه بينك حتى في فكره التهديف الاستقبال. المقاولين مسجل 14 ومستقبل 8 اهداف 6 اهداف. ففي فارق كبير جدا، فجوه في فجوه عظيمه جدا جدا تخليك تقول ان لا انا مش شايف اي منافسه في الدوري، واخشى ان ده ياثر على الاهلي بالسلب. امبارح كانت سادس مباراه على التوالي الاهلي ما يدخلش فيه اهداف، وده رقم كويس جدا في الحقيقه برضه. طبعا يحسب لخط الدفاع ويحسب للشناوي بكل تاكيد. صحيح، عشان كده انا كنت بشيد من البدايه بفايلر انه دايما مركز قوي انا ازاي ما حدش يوصل لمرمايا. يعني فكره امبارح ما كنتش مبسوط بان احمد فتحي بيلعب باك شمال، وده اثر جدا لو علي معلول مكان فتحي وكان فيه جناح كانت الفعاليه الهجوميه للاهلي هتبقى افضل. لكن الاهلي امن نفسه دفاعيا بشكل قوي جدا، مفيش مرتده قادر توصل لمرمى الاهلي. يعني واحده من ازمات فايلر اللي ممكن يواجهها كفريق بيمتلك الكره طول الوقت وبيكسب وبيصنع عدد فرص كبير الارتداد. يعني اكبر ازمه يا امير بتواجه جوارديولا حاليا، دايما جوارديولا طول الوقت مشغول بفكره ازاي هواجه. انا مستحوذ خلاص طبعا. 70%، واي فريق في العالم بينزل قدامي بيقول خلاص انا 70%، بس انا ايه هاخد منك امتيازات تانية. ايه هي؟ انت هتسيبني المساحه يا عم وانا هاخد منك شويه مرتدات. فجوارديولا طول الوقت في حياته يقول لك انا بشتغل على 30% التانية. انا مش هبقى حلو بال 70%، انا 30% اللي الكوره مش معايا ازاي اقفل المساحات المتاحه قدامي. عشان كده السنه اللي فاتت كان بعد مباراه بورنموث كسبان 1-0 طلع قال ان دي افضل مباراه في الموسم، رغم انه كان كسبان 6-0 و5-0 و4-0 خمس مرات، كان عامل موسم غير عادي. لكن اشاد بالمباراه دي ليه؟ لانه نجح يخلي عدد تمريرات بورنموث 100 تمريره فقط، رغم ان بورنموث كان عدد تمريراته 350 تمريره. كمان عدد التمريرات في نص ملعب في نص ملعب مانشستر سيتي في الارتداد كانت 50 طوال 90 دقيقه في ملعب بورنموث. فهنا شغل فايلر ازاي انا ما خليش خصمي يعمل عدد تمريرات كبير في منتصف ملعبي، لان انا صاحب انا دايما بعمل كثافه عدديه في الثلث الاخير فهيحصل عليا ارتداد. فانا ازاي اواجه الارتداد ده؟ امبارح هو بيلعب احمد فتحي كمدافع ثالث ومقرب المسافات، حارم الخصم اولا من ان هو يطلع من تحت، ولو طلع بيبقى مامن نفسه ودفاعيا بشكل كويس جدا. الدروب ده لما حصل عند جوارديولا مانشستر سيتي وقع. النهارده اصبح متوسط التمريرات في ملعب مانشستر سيتي 70 تمريره. فانا شايف ان فايلر ناجح في الجزء اللي هو طب وانا مش معايا الكوره بعمل ايه. في الشوط الاول امبارح قصدك، يعني دي الجوانب الايجابيه من الشوط الاول بالنسبه لمستر فايلر جدا. هو ساب الكوره، يعني ساب المقصه يشاركوا طواعيه يعني بمزاجه مش غصب عن المقصه. كان 48% مقابل 52، يمكن الناس ما كانتش متوقعه كده، كانت متوقعه الاهلي، لكن كان بمزاجه لان هو عارف انه مش محتاج يستعجل الفوز، وعارف ان هو الفوز بيجي ازاي. فانا مبسوط بفكره ان هو ازاي بيامن دفاعيا. يعني ده جانب مهم جدا، المدرب اللي بيامن نفسه اولا حتى وهو بيمتلك الكوره بيدور لما اخسرها انا ازاي هحرم الخصم ان هو يوصل لمرماه. ده جانب مهم جدا، انا مبسوط جدا من مستر فايلر ان هو مركز فيه، لان هو ده اللي هيواجهك في دوري ابطال افريقيا. انت دايما هتقابل ناس عندها قدره على الارتداد السريع جدا، قدره على تشكيل الخطوره من خلال الوصول للمرمى باقل عدد من التمريرات. فبالتالي النهارده انا بشوف ان الراجل قادر يامن كويس، قادر يخلق صعوبات كبيره جدا لاي خصم في الثلث الاخير في الجانب الدفاعي، فده مهم جدا. طيب بالنسبه للمنافسه في دوري ابطال افريقيا، احنا عندنا طبعا مباراه اف سي مصر المباراه اللي جايه بعديها بلاتينيوم على طول، في يعني منافسه مشتعله ما بين الاهلي والنجم والهلال. بتشوف الشكل ازاي مجموعه ومين يقدر يتاهل في النهائي؟ طيب احنا يمكن احنا بعد خساره النجم استحالي، انا قلت معاك هنا امير ان الاهلي هيصعد مركز اول ب 13 نقطه ان شاء الله. هرجع لك برده، هيرجع ب 13 نقطه بكرره تاني. هنقدر ان شاء الله ان احنا نتخطى بلاتينيوم. في فجوه، في فارق بيننا وبين الفريق الاهلي افضل كتير جدا، هنقدر نحقق المكسب ان شاء الله ونصل للنقطه 9. النجم الساحلي احنا كنا افضل ب 10 لاعبين في تونس، يعني بالزبط. الحمد لله، يعني الاهلي رغم الخساره يمكن اكتر مباراه جمهور الاهلي حصل فيها اجماع واشاده بقدره فايلر كمان على قراءه التفاصيل والتغييرات اللي عملها في المباراه دي ما ننساهاش طبعا، والتحولات الكتير اللي حصلت في طريقه اللعب.
كنا افضل بشكل كبير جدا. اعتقد ان احنا مع استعاده نجوم الفريق الفتره الجايه والمباراه تبقى على ارضنا، اعتقد ان الاهلي يقدر في المباراه دي يحسم تاهله قبل ما يلعب مباراه الهلال الاخيره في السودان، اعتمادا بقى نشوف احنا بقى نتائج الهلال والنجم هيصاروا على البطاقه الثانيه. هي اصعب مجموعه في الحقيقه. في الحقيقه اصعب مجموعه. اي مجموعه فيها ثلاثه بيتنافسوا خلاص هي كده المجموعه معقده جدا، لكن ممكن انت يبقى معاك فريق قوي جدا جدا لكن انت ضامن التاهل معاه اول وثاني شكرا هتتنافسوا عليها. لكن الاهلي القرعه يعني كانت يمكن اقوى مجموعه في البطوله فعلا. لكن الاهلي فيه انا شايف ان الاهلي فارق عن كل الانديه اللي معاه والاهلي يستطيع يحسم التاهل في الصداره باذن الله. باذن الله. ده هيخلينا نتطرق لتصريح شريف كرامي النهارده ولما قال لو احنا ما عندناش الحميه للفوز بافريقيا يبقى بنهرج. اهميه تصريح زي ده من كابتن من كباتن فريق النادي الاهلي، ولما كابتن كبير زي شريف كرامي يتكلم بالطريقه دي ويتكلم بالاصرار والعزيمه دي على بطوله دوري ابطال افريقيا اكيد الكلام ده هيوصل بشكل ايجابي جدا للاعبين زمايله في الفريق، فبالتالي الهدف باذن الله يقدر يتحقق. رايك في التصريح ده؟ انا شايف تصريح كابتن شريف هو انعكاس للحاله اللي هو حاسسها حلوة في الفريق. هو كويس. طبيعي ان اي نجم او قائد في النادي الاهلي بيقول ان احنا بننافس في بطوله افريقيا تحت اي وضع لان ده النادي الاهلي، لكن النهارده انا شايف الثقه الكبيره عند كابتن شريف ان هو بيقول احنا يا جماعه يعني ايه ما ننافسش على افريقيا، ده تهريج يعني. انا فاهم التصريح ده كويس جدا، فده بيعكس خصوصا بعد ما وصلنا النهائي مرتين ورا بعض وخرجنا السنه اللي فاتت بشكل مبكر، فلازم السنه دي بقى يبقى شيء هزار يعني لازم ناخد البطوله. طبعا هو بيعبر عن حاله الثقه الكامله اللي وصلت لكابتن اللي وصلت لنا كلنا يعني. انا جاي النهارده بقول لك يا امير ان انت وانت قاعد في البيت تقدر تكسب اي فريق في الدوري باي 11 لاعب. ففعلا فعلا حاله الثقه الكبيره اللي وصلت لينا كجمهور اهلي لجمهور الاهلي في الشارع او لينا في الوسط الرياضي او للاعيبه النادي الاهلي بتاكد ان فايلر نجح يعمل حاجه مهمه جدا. وفي الحقيقه بدايه فايلر بتفكرني ببدايه جوارديولا مع برشلونه. يعني الاجواء اللي حصلت فيها اختيار فايلر بيفكرني فعلا بطريقه اختيار جوارديولا. إيه يعني جوارديولا لما تم اختياره كان في رفض كامل من كل الاطراف يعني بدايه من الاداره يعني باستثناء رئيس النادي كل مجلس الاداره كان غير موافق على فايلر. الصحافه الكتالونيه كان في اجماع لو ترجع للمانشيتات وقتها الجميع رفض جوارديولا انها مغامره ومقامره غير محسوبه. ازاي تجيب مدرب الاهلي القطري رفضه يعني جوارديولا لما قدم مشروعه للاهلي القطري قالوا له انت لسه بدري عليك يعني انت محتاج خبرات فانت ازاي تجيب ده لبرشلونه يخلف ريكارد. فكان في رهان كبير جدا من يوهان كرويف ورئيس النادي على الاستعانه بجوارديولا على حساب مين؟ على حساب سبيشال وان جوزيه مورينيو اهم مدرب في العالم في التوقيت ده حصل على دوري ابطال اوروبا ودوري انجليزي كان مرشح لبرشلونه كان خلاص اتفق معاه وكان في جلسه في الفعل واتفق على التفاصيل وعلى حاجات كتير جدا. فكونك ان انت تعمل المغامره دي كانت طلعوا بالمشروع بتاع جوارديولا يعني يمكن جوارديولا امير وهو بيتكلم في حكاياته وبيحكي عن لقاءه برئيس النادي بيقول ان هو نفسه رئيس النادي كان شاكك فيها يعني رغم ان هو اللي مصر عليا لكن هو كان عنده شكوك اكيد. فيمكن الكابتن محمود الخطيب تعرض لنفس الموقف في بدايه اختيار فايلر ما كانش في حد في مصر بيقول مين ده لدرجه ان المنافسين قال لك ده انا قعدت معاه وده اقل واحد في السيره الذاتيه. الجمهور بما فيهم جمهور الاهلي كان فيه هجوم شديد جدا انت ازاي تجيب مدرب سيرته الذاتيه مش قويه احنا محتاجين مدرب زي فلان وفلان وفلان. حتى ما تزعلش مني بعض اعضاء مجلس الاداره قالوا ده اختيار كابتن محمود الخطيب وحده يعني نفس الظروف مشابهه تماما للي حصل في طريقه اختيار جوارديولا. وفي النهايه بعد اسابيع قليله جدا وبعد شهور قليله جدا يعني ما فيش حد هو الضغط كان ساعتها جامد جدا ساعه لما تم التعاقد مع مستر فايلر ف يعني كان في انتقادات كتير جدا لكن ما حدش يا امير يعني الجماهير كانت منتظره سي في قوي لكن واضح ان الرهان كسبان عند الكابتن محمود الخطيب او عند لجنه التخطيط للكره وطبيعي جدا حتى لو حد صرح ان الكابتن محمود الخطيب هو اللي اختار هو مشرف على الكوره صحيح بالزبط. لكن هو رهان ما يعملوش غير حد واعي قوي وحد درجه او رؤيته للمشهد تختلف عن العوام تختلف عننا كلنا. هو شايف اللي احنا بنشوفه ويمكن ده انعكاس للي قالته فرانس فوتبول في سنه 83 لما كابتن محمود الخطيب حصل على افضل لاعب في افريقيا. يمكن كانت قالت حاجات مهمه جدا من بينها ان الراجل ده بعد الاعتزال هيكون ذو شأن عظيم جدا. يعني هو مش مميز بفعل مهاراته في الملعب لا هو ذكائه يختلف عن كل اللي حواليه بشكل كبير وفي مسافه كبيره بينه وبين الناس دي. اذا هو بيفكر وبيشوف بطريقه مختلفه عن الناس. هو لازم ياخد حقه دلوقتي يعني احنا لازم كلنا ندي الراجل ده حقه دلوقتي زي ما كان الكل
بيتجاوز وبيمارس. هو لجنه التخطيط للكره ساعتها كابتن طه اسماعيل، منظومه الاداره في الاهلي بشكل كامل بشكل يعني بشكل بس كامل. انا بتكلم على يعني اللي اختاروا اللي قرروا ان هم يتعاقدوا مع مستر فايلر. صحيح صحيح بالزبط. لكن انا شايف ان كابتن محمود الخطيب هو اللي تحمل الانتقادات يعني هو اللي تحمل كل الهجوم، والى الان لم يذكر اي كلمه، ما حاولش يستفز الناس، ما حاولش يقول اللي انا عملته او اللي انا اخترته او اللي انا قعدت معاه، ما بيتكلمش خالص، لان فعلا الاساطير ما بيتكلموش عن نفسهم يعني هو عشان كده هم ملهمين يعني هم ليهم اثر في المجتمع كبير جدا. فبالفعل هو اختيار بيفكرني دايما ويذكرني بالطريقه اللي تم اختيار جوارديولا بيها، عشان كده انا متفائل ان فايلر حقق في الموسم الاول حاجات مهمه جدا وارقام مهمه جدا، ارقام قياسيه على مستوى النتائج وعلى مستوى التسجيل وعلى مستوى استقبال الاهداف وعلى مستوى البطولات، زي ما جوارديولا في الموسم الاول ليه ايضا حقق 6 بطولات وكانت البطولات يعني السداسيه التاريخيه اللي ما فيش اي نادي في العالم قدر يحققها. بالظبط. طيب عايز اتكلم معاك شويه على ملف الحكام، خصوصا بعد بيان النادي الاسماعيلي بالامس وبيان الاتحاد السكندري بسبب الاخطاء التحكيميه، وكان الاهلي زمان هو اللي بيتكلم لوحده في الموضوع ده، دلوقتي اكتر من نادي دخل في القصه دي وبيعترض على الحكام. اولا تقييمك ايه للمستوى التحكيمي هذا الموسم، والحل من وجهه نظرك عشان نتخلص من المشكله دي؟ انا شايف هتفضل موجوده المشكله، بس اكيد في بعض الجوانب ممكن تعالج نسبيا. بس انا شايف ان التحكيم ما زال بيعاني قصور ومشاكل الكره المصريه عموما بتعاني منها، يعني هو ضحيه غياب التخطيط، ضحيه غياب فكره انتقال المدرب من هو صغير وانت ازاي بتاهله وتدربه، مين بيشتغل عليه، ثقافته، حاجات كتير جدا احنا مهملين فيها في تربيه الحكم من هو صغير. فانا شايف ان احنا ما بنجنيش مشاكل النهارده او مشاكل امبارح، لا ده مشاكل عشان خاطر احنا ما بنشتغلش بشكل مخطط من فتره طويله جدا. لكن انا شايف ان الحكام في مصر رغم غياب الجمهور لكن بيتعرضوا لنوع اكبر من الضغط، فكره الضغط، ضغط المسؤولين والضغط الاعلامي. حاليا دلوقتي اصبح كل نادي بيمارس ضغط غير طبيعي على الحكم علشان يقلل من الاخطاء اللي ضده. يعني هو دلوقتي النهارده نادي فلان بيطلع ببيان من بدري قوي عشان خاطر عارف ان هيحصل ضده او بيجنب نفسه في الفتره الجايه اخطاء ضده، فالحكم طول الوقت حاسس بالضغط وخايف ان النادي فلان يهاجمه وخايف ان مش عارف مين يتكلم عنه. فانا شايف ان احنا محتاجين اولا نسن قانون وتشريع ولائحه تقول المسؤول اللي يعلق على اداء التحكيم يعلق مش ينتقد، يعلق، يعني ما ينفعش مسؤول ايا كان انه يعلق على اداء التحكيم. نجرب شويه، يعني نجرب موسم كده ان احنا نبطل نعلق على اداء التحكيم، نبطل نقفل الفضائيات اللي قرار زي ده هيجي من مين؟ من اتحاد الكوره. طب ما في قرارات من اتحاد الكوره لجنه الانضباط ما بتنفذش، يبقى هم مش قادرين، يبقى ده مش موقعهم. يعني انت في النهايه لو مش قادر تنفذ وتطبق اللائحه وتطبق القانون والتشريع، يبقى انت مش مؤهل ان انت تكون في المنطقه دي. لو انت مش مؤهل انا مش شايف ان انت تعتذر لو مش قادر تلم الموضوع بشكل سريع. فالحل في ازمه التحكيم حقيقي هي اولا ان انت النهارده تقفل عمليه الضغوط وعمليه هجوم المسؤولين والبيانات اللي بتحصل ديت، ما بتحصلش في اي حته في العالم. انا النهارده الدوري الانجليزي اسوأ تحكيم في العالم، كان أسوأ تحكيم في العالم حتى بتقنيه الفار. يعني انت شوف النهارده الفيفا تدخل قال ان احنا بيطبقوا طريقه الفار غلط زياده عن اللزوم. يعني هو في لا، وكمان في امير، انا بشوف من دلوقتي ان هيحصل تعديلات في الفار في العالم بشكل عام، لان انا شفت ان في لعبه مثلا في نص الملعب فاول، فانا عملت فاول بس خدت الكوره احنا 2-5 او 3-7، عملنا مجهود كبير جدا وضخم جدا سواء من نص الملعب او على الطرف عشان نوصل نسجل، فترجعني الفاول من اول امبارح تحسبه. فلا ده انا شايف ان ده قصور وعيب. انا لما بس على فكره فيها اثاره برضه اللي هي ان انت يعني لما تجيب جون مثلا ويطلع في الاخر جون الصحيح بتستنى، يعني فيها جزء من الاثاره بس فيها اهدار لحق لاعب عمل جهد كبير بعدها وروغ واحد واثنين انا بقول لك. طب افرض القرار كان صح ان يبقى في استمراريه في اللعب، يبقى انت ضيعت هجمه على اللاعب ده وضيعت مجهود كبير جدا من خلاله جاب هدف. صحيح، بس انا بقول لك انا عندي انا اتقبل ان يكون في خطا في نص الملعب، لان الجون هنا تسجل كفاءه لاعبين مش خطا. يعني انا لما اكون انا 2-5 وقدرنا نسجل هدف فدي فيها كفاءه عاليه، فانا ما ينفعش احرم لاعب من الجهد الكبير اللي عمله ده. هو الهدف في النهايه ما جاش بسبب الخطا بقدر ما هو جه لان كان في ضعف عندك انت كمدافعين، انتوا ازاي ما قدرتوش تواجهوا 2 مهاجمين. فانا شايف ان هو لازم يكون في اخطاء في كره القدم، لازم بس الخطا ده ما يكونش مؤثر بالضرر الكبيره. يعني يقتصر مثلا على حالات التسلل، يقتصر على العنف المتعمد، يقتصر على الهدف نفسه، انما ما ترجعنيش نص الملعب او ما ترجعنيش لكره على الطرف من بدري قوي بقالي 3
3 ايام عملت 20 لمسه بعدها وترجعني ليها. في انديه استفادت من ده السنه دي، يعني في انديه فعليا اهداف اتسجلت فيها بعد 7 تمريرات و8 تمريرات واتلغت. ليفربول مرتين حصل معاه نفس الموقف. انت شوف لافتات جمهور مانشستر سيتي السنه دي واكتر من نادي برده في انتقاد غير عادي. فانا عايز اقول ان انجلترا مهد كره القدم عندها المشاكل التحكيميه بشكل مرعب. يعني لازم يبقى في ضوابط لتطبيق تقنيه الفار، او مثلا ان انت تستخدمها كحكم صحيح في حالات معينه. هي البدايه انت ابتدات تكتشف اخطاء. انا بشوف ان ده واحد من الاخطاء، ان انت تبقى خطا قديم قوي فترجعني ليه. وانا شايف ده هياثر على اللعبه. فانا شايف ان الفيفا في الفتره الجايه ممكن من ضمن الاخطاء اللي يفكر في انه يعيد صياغتها هو الخطا ده. انا رحت لمنطقه الفار ورحت لانجلترا عشان اقول ان احنا في دول كبيره جدا وفي دوريات عاليه قوي وعندها الامكانيات والقدرات، ورغم ده يا امير بيبقى في اخطاء واخطاء جسيمه. انا بشوف حكم ده جزء من اللعبه في الحقيقه يا امير. حكام انجلترا يا امير يعني تخان بشكل مرعب. لا لا بس بالعكس بالعكس يا سعيد، ما شاء الله اللياقه ايه وجري ايه طول الماتش. انت عارف الريتم في انجلترا عامل ازاي يعني. حاليا الريتم عالي جدا عشان كده الحكام بعيد عن العاب كتير جدا. حكام انجلترا معتمدين على الفار شويه، هم معتمدين على فكره ايه، ان هو خبره وهادي عنده شخصيه. لكن الجانب البدني عند حكام انجلترا واعي جدا. طب احنا عندنا فار في مصر ولا مش هيبقى عندنا فار في مصر؟ ان شاء الله يبقى عندنا. اصل في ناس بتقول هيبقى فيه وناس تقول ما فيش. يعني الدور الثاني يقولوا هيبقى فيه فار في الدور الثاني، الناس تقول لك لا صعب الموسم ده. انت معلوماتك ايه؟ هيبقى فيه فار، هيبقى في فار في الدور الثاني. بس ازاي والحكام ما اتمرنوش كويس على التقنيه دي؟ في مجموعه من الحكام حصلوا على دورات، يعني في مجموعه من الحكام المصريين حصلوا على دورات اللي هم حكام معتزلين. يعني اتكلمنا معاهم قبل كده، حصلوا على دورات بره مصر في دبي وفي اوروبا وجاهزين ان هم يعملوا ده. لكن انا شايف ان سهوله الدوري فوق بالتحديد مش هتخلق مشاكل في تطبيق تقنيه الفار، لان الاهلي حاسم من بدري قوي في مريح. انا عايز اقول لك ان الاهلي السنه دي تضرر من اخطاء تحكيميه، يعني في اخطاء طبعاً. لكن النتائج اخفت ده. النتائج وانطلاقه الموسم كان في استفاده للخصم واضحه جدا في مباراه المقصه ومباراه وي نقدر نعدها، ورغم ذلك ما اتكلمناش ليه؟ لان في فجوه. فانا اعتقد ان كابتن جمال غندور عنده فرصه تاريخيه انه يعمل حاجه، لان انت ما فيش ضغوط، المنافسه مخليك مرتاح. بس انت بتشوف المنافسه خلصت يعني؟ المنافسه خلصت. المنافسه لسه بدري. انا بشكرك يا سعيد، شكرا جزيلا، نورتنا وشرفتنا. مشكور جدا ليك يا امير. استاذ سعيد علي رئيس القسم الرياضي بجريده الدستور كان ضيفنا العزيز في حلقه اليوم من كلام في الميديا. بكره احنا اجازه مع بعض باذن الله من يوم السبت، وحلقه جديده بنفس البرنامج. استنونا، الى اللقاء.